أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم كفاءات أردنية. في كل حلقة نختار لكم الأفضل والمميز. كفاءة أردنية تميز بحب العطاء وقوة الإنجاز والمضي قدما نحو الأمام في مسيرته العلمية والعملية، يكون دائما في الصفوف الريادية الأولى. رحبوا معي بضيفي الأكثر تميزا من نادي الفجر للتيكواندو، الكابتن عبد الله نصرت. أسعد أوقاتك كابتن عبد الله. أسعد مساك. أهلا وسهلا فيكم، نورنا عبر قناة جوسات. أهلا وسهلا. بداية كابتن عبد الله، نحب أن نعرف السادة المشاهدين أكثر بحضرتك. أنا الكابتن عبد الله نصرات، مدرب وحكم وطني 4 دان، طالب في جامعة البلقاء التدريبية وتخصص علوم مالية ومصرفية. نعم جميل، حدثنا أكثر كابتن عبد الله عن تأسيس الفجر للتيكواندو، من أين جاءت فكرة إنشائه؟ لا كانت هواية أنا صغير تحت إشراف المدرب والحكم الدولي منصور نصرات. تأسس النادي سنة 2010 والحمد لله وضع تمام. ماذا عن آلية العمل وأهم الخدمات التي يقدمها مركز الفجر للتيكواندو؟ هلا احنا تدريب تايكواندو لجميع الأعمار، والأفضل انه للأطفال يعني تقريبا. نعم. طب الفئات العمرية عندكم تبلش من أي سنة لأي سنة؟ هلا احنا من 3 سنين ومفتوح فما فوق. مفتوح، تمام. احكي أكثر عن أهم البطولات والمسابقات اللي ربحتوا فيها واللي شاركتوا فيها. هلا احنا تقريبا مشارك كل بطولات المملكة. نعم. والحمد لله بفضل من رب العالمين انه دعمنا طالبين لصفوف المنتخب. نعم. وطموحنا لقدام ان شاء الله يكون افضل ان شاء الله يا رب. احكي لنا اكثر عن الطموحات والرؤيه المستقبليه لمركز الفجر للتيكواندو. لا من طموحات مركز الفجر المستقبل يعني ان شاء الله انه ندعم اكثر طالبين للمنتخب، نطلع بطولات خارجيه وباذن الله يوصلوا زي ما وصل احمد ابو غوش ان شاء الله. ان شاء الله. ما الذي يميز مركز الفجر للتيكواندو عن غيره من المراكز الموجوده في المنطقه، ومن اين جاءت لكم هذه الشعبيه؟ لا احنا الحمد لله يعني كنا من سكان المنطقه، فانه السكان شجعونا على هاي الموهبه، والحمد لله انه من اهم اللي بيميزنا انه الانضباط والتكتيك الحمد لله. نعم جميل، حدثني اكثر، هل يوجد هناك اي مشاكل او معوقات او حتى تحديات تواجهكم سواء من جهات معينه او خلال التعامل المباشر مع الاطفال او اهاليهم ممكن؟ هلا احنا من المعوقات اللي بتواجهنا انه في مشكله انه بترخيص باصات التايكواندو، تواجهنا انه مشكله بصراحه يعني. تمام. يعني احنا بنتمنى هذا الشيء مشان سهل اهالي الطلاب انه نجيبهم. يعني في صعوبه في ترخيص باصات التايكواندو؟ صعوبه كبيره. تمام، طب تحب توجه شيء للجهات المعنيه من خلال برنامج كفاءات اردنيه وعبر قناه جوسات للجهات المعنيه بمطالبه معينه؟ هلا انا اول شيء بتشكر سمو الامير حسن الامير راشد على ادائهم لرياضه التايكواندو بشكل عام، وبتمنى انهم يسهلونا انه ترخيص الباصات مشان سهل على اهالي. نعم جميل، واحنا بنتمنى انه صوت الكابتن عبد الله يوصل من خلال برنامجنا للجهات المعنيه والمسؤوله. استاذ عبد الله، من المعروف بان الاردن يتميز بنعمه الامن والامان بفضل الله تعالى وتحت ظل القياده الهاشميه، ماذا تعني لك هذه النعمه؟ هاي النعمه الحمد لله من رب العالمين يعني، والحمد لله على كل حال، و يعني نعمة هاي تحت سيادة القائد الهاشمية يعني الحمد لله. الله يديم علينا هالنعمة يا رب. يا رب. كابتن عبد الله، أمل أن نود إعلام السادة المشاهدين بموقع مركز الفجر للتيكواندو وأرقام الهواتف وعناوين التواصل الاجتماعية في حال وجودك. مركز الفجر للتيكواندو في مرج الحمام دوار الدلة فوق مطعم بابايز. وأكيد أرقام الهواتف وعناوين التواصل الاجتماعية راح تظهر على الشاشة عند زميلنا مدير التصوير محمد دروش. أكيد إن شاء الله. وفي نهاية اللقاء أعزائي المشاهدين، نود أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان للكابتن عبد الله نصرت. شكرا جزيلا لك يا كابتن عبد الله على هذه الاستضافة وعلى حسن الاستقبال وعلى دعمك أيضا لبرنامج كفاءات أردنية. عفوا، شكرا كثير لكم. وفي نهاية لقائنا كابتن عبد الله، اسمح لنا أن نقوم بجولة داخل مركز الفجر للتيكواندو. أكيد، تفضل. شكرا.